نادين نسر بن جيم تتعرض للهجوم بسبب ياسمين زيتون وهي تخرج عن صمتها وترد: شو مشكلتكن معي؟ تزعلي؟ بزعل عليهم؟ أنا ما بزعل، أنا اللي بدي أزعل، ما أنا عارفة حالي والناس عارفتني، أنا في وراي محبة ناس كتير كبيرة، الله خصني فيها وميزني فيها. تعرضت الممثلة اللبنانية نادين نسر بن جيم لموجة انتقادات واسعة وهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تتويج ملكة جمال لبنان ياسمين زيتون بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم في المسابقة التي أقيمت في الهند. ولم تتجاهل نادين تلك الانتقادات، بل نشرت على حسابها عبر منصة إكس صورة تظهر التغريدات المهاجمة لها وأرفقتها بالتعليق التالي: بعتوا لي هيدي الصور، أنا ليش بكل عرس إلي قرص؟ أنا شو خصني بياسمينة؟ وألف مبروك إلها وبتستاهل، بس أنا والله ماني ملكة جمال لبنان الوحيدة يلي طلعت، في كتير غيري. عندي ناس حوالي بتحبني ودعمتني وشايفتني بأحسن صورة، أنا بدي أتركهم وأزعل على شو بدي ركز؟ ليه؟ لأنه حدا طلع حكى طلع عباله؟ وتابعت نادين كلامها بالقول: ما عم بفهم، شو مشكلتكم معي؟ ليش قلة التهذيب بحقي على الطالع والنازل؟ أنا ماني بنت هالبلد يا عمي، أنا لبنانية ومسالة بلدي أحسن تمثيل. إذا بدكم تباركوا لغيري أو تدعموا غيري، ليه بدكم تجيبوا سيرتي بالعاطل؟ أنا شو ذنبي؟ ومثل ما أنا بدعم رح يجي يوم حدا يدعمني، ومثل ما أنا بعطي الله رح يعطيني، فهي كارما وهيدا ربنا. وكان تصدر اسم ملكة جمال لبنان ياسمين زيتون الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى في مسابقة ملكة جمال العالم. وتفاعل اللبنانيون في مختلف مستوياتهم بتأثر وفرح مع حلول ياسمين زيتون في ظل ظروف بلدهم الصعبة، وصيفة التشيكية كريستينا بيرشيفا التي انتخبت مساء يوم السبت في الهند ملكة جمال العالم. My crown هو بداية قصة نجاحي. It represents the voices and dreams of young women موجودين بلبنان. بدورها أعربت ياسمين زيتون في تصريح لوكالة فرانس بريس عن اعتزازها بكونها مثلت لبنان بطريقة جميلة وحصلت على لقب الوصيفة، لافتة إلى أنها المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة في انتخاب ملكة جمال العالم. بدأت أني أحكي عن لبنان وفرجي العالم شو هو لبنان. I'm so proud, I'm so happy. كما تابعت ياسمين زيتون المنحدرة من بلدة كفرشوبة في جنوبي البلاد: فعلت كل ما في وسعي ونقلت صوتنا كلبنانيين وتحدثت عن كل ما يحصل في لبنان وحاولت أن أظهر للعالم كم أنا شعبه قوي ومميز.